معي عبر سكايب من جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور رياض الصيداوي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور رياض. يوما بعد يوم يستمر موضوع وعنوان التساؤلات هذا، أين الظواهري؟ ألا يضر هذا بالتنظيم؟ نعم، يضر جدا. أنا دائما أقول أشلاء القاعدة، لأن من الذين لا يؤمنون بأن لا وجود إلى هيكل بنية متواجدة جغرافيا على الأقل في مكان ما في هذا العالم. الظواهري إما أنه عاجز تماما عن الحديث التلفزيوني، والقاعدة استخدمت كثيرا الحديث التلفزيوني، وتذكر أشرطة أسامة بن لادن، أو أنه فعلا قد قتل أو توفي. وفي حالة المرض أيضا يجب أن ننتبه تقنيا أن أيمن الظواهري كإرهابي رقم واحد ربما مطالب في القاعدة الآن، هو دائما مختفي، هو لا يتمتع بما يقدمه الطب الحديث، بمعنى لن يجد أجهزة طبية متقدمة وأطباء مختصين، ولا يذهب إلى مستشفيات متقدمة، فربما حتى أمراض متوسطة قد تقضي على حياته. فحياة الاختفاء هذه والعيش مختفيا والابتعاد عن المدنية والتكنولوجيا الحديثة الطبية إلى آخره، تجعله إما عاجزا فعلا، أو الرجل قد توفي وتريد أشلاء القاعدة وما تبقى منها أن تحيي هذا الرمز، أن تتواصل مع هذا الرمز، لأنه بعد مقتل ابن لادن، مقتل الظواهري، نقول دائما ماذا بقي من القاعدة في العالم. طيب نعم. كون هذا طبعا يضر التنظيم، هل هذا يؤكد وإلى أي مدى يميل هذا الكفة لنظرية أنه ميت؟ كون هذا يضر التنظيم كان ليظهر، يعني حتى لو بعد فترة طويلة. أنا أعتقد أنه ميت، أنه توفي، أو على الأقل في حالة عجز شديد. الآن المشكلة هو البحث عن رمز القاعدة وأشلاء القاعدة، يبحثون عن من يخلف أيمن الظواهري بعد ضرب الرمز الأول مقتلي أسامة بن لادن، الرمز الثاني، إذن من هو الرمز الثالث؟ ربما الإشكالية لتنظيم القاعدة هو في الرمز الثالث الذي يتطلب الموضوع العالم. كل هذا الوقت، يعني منذ فترة طويلة نتحدث عن أين الظواهري، يتطلب الموضوع كل هذا الوقت، من المرشحون؟ نعم، نحن لا ننسى، نحن لسنا أمام تنظيمات ديمقراطية وأحزاب ديمقراطية، نحن أمام تنظيمات إرهابية ذات خلايا عقودية كثيرا ما تتقاتل فيما بينها. انظر داعش أو القاعدة، كثيرا ما تحدث تصفيات جسدية داخل التنظيم نفسه. إذا في حالة وفاة ومقتل أيمن الظواهري بالتأكيد سيحدث صراع ربما حتى الدموي بين أشلاء القاعدة، بين قادة هنا وهناك، على من يتصدر المشهد الإعلامي ومن يمثل القاعدة. هذا أيضا هل لدينا أي من الأسماء المتوقعة دكتور رياض؟ هو في الواقع أغلب الأسماء قد تم قتلها واقتناصها، خاصة من الطائرات الأمريكية وطائرات بدون الطيار، فإلى حد الآن لا نعرف. نحن أمام تنظيم سري طبعا، لأنه إرهابي، بن لادن والظواهري كان يتصدر هذا المشهد الإرهابي. اليوم سنرى مع اعتقادي الجازم أن القاعدة قد انتهت بنيويا وهيكليا، ولا يوجد لها مقر في العالم، وإنما هي أدبيات لتبشر، هي أدبيات وأصوات هنا وهناك تحاول أن تنعش هذا الجسد الذي قبر ودفن مع أسامة بن لادن. إلى متى ممكن سيكونون قادرين على التعامل بهذه السرية؟ طبعا ككل التنظيمات السرية لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد. التنظيمات السرية مآلها هي الاندثار. أكرر دائما، وهذا ما أقوله في محاضراتي حول الإرهاب والسوسيولوجيا الإرهاب، الإرهاب لم يسقط أبدا دولا ولم يبني دولا. أين بنى الإرهاب دولة؟ أين أسقط الإرهاب دولة؟ الإرهاب يزعج، الإرهاب يقتل، الإرهاب يثكل الأرامل، الإرهاب يتم الأطفال، لكنه حتما ويقيما لا يدمر الدول، وفي المقابل لا يبني دول أيضا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من جنيف، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور رياض الصيداوي.